ابو بركه ده يا استاذ ما كانش ابويا كبير له، لا كان اكبر من كده بكتير، كان شجره كبيره قوي يا استاذ، من يوم ما زرعت وهي بتطرح كان عايز اكل في الترحاب ياكل، كان عايز اقعد في ظلها بيقعد، كان عايز اخد من خشبها الدفه تطيله، كان حلو انه يخلي الارض جنه وعيشنا زي الملوك، بس يا خساره كان نفسي تعرف اكتر من كده يا استاذ، انت هتحبه هتحبه قوي. الراجل اللي كل الناس بتحبه كده اكيد لازم تحبه. كان دايما يقول لي حب ربع حب في خلق، مش عارف ليه هتعدي ازاي من غير ابو بركه. شيكو انا عارف ان انسان زي عم بركه صعب تعوضه، بس انا اوعدك اني هحاول اكون لكم اخ وصديق، ان شاء الله هكون لكم زي عم بركه. لكن انت عرفت ازاي ان انا هنا؟ اللي يسأل رضوان بيه؟ انت ابن حلال. انا هعمل مصنع همبرجر جديد قرب ابو قير، وانتاجه هيغرق البلد كلها. طبعا عاوزين همتك في اعلان الثلاثه. انا فعلا جايلك عشان موضوع المصنع. مش بقول لك انت ابن حلال. بس مش عشان الاعلانات، انا جايلك عشان ارض المصنع. ارض المصنع دي ايه؟ الارض دي بتاعتك يا رضوان بيه. شهاب يا اخويا، انت دماغك بتلف من لمون. انا عارف ان بينك وبين سكانها خلافات، انا جاي انهي الخلافات دي. شهاب يا حبيبي، انت مع مين بالظبط؟ انا مع الحق يا رضوان بيه. الحق بيقول ان الارض دي ارضهم، بس مش لاقيين الورقه اللي تثبت ملكيتها. الارض دي ارضي ابا عن جد، وكون اللي خليت شويه اقزام يعيشوا فيها، لان انا راجل كريم، لكن انا محتاج الارض دي دلوقتي. بقى هم مع السلامه. السلامه. وايه اللي خلاك سكت كل ده؟ كل ده؟ انت جاي تقف قصادي مع شوية اقزام؟ انا رضوان ملك الهمبرجر اللي ظهرت واشتهرت بسبب اعلاناته. فوق يا شوشو، وخليك مع الهمبرجر. اهلا نامي. طبعا حاطه ايدك على خدك والبيل واحده بايظ في اسكندريه. ارجوك يا استاذ عاكف، انا عايز افهم ايه اللي معادي كده لوحدك؟ مش لازم كنت تكوني دلوقتي مع جوزك في اسكندريه؟ اذا كان هو رافض. رافض؟ اسمحي لي اقول لك، انت ما تعلمتيش حاجه من الاعلانات. انت بساعات في الاعلان بتشم الفرفان وتقولي يا سلام ده ريحته جميله جدا، مفيش بعد كده، وهو يكون رخيص وبالبلى. اعملي كده مع شهاب. اهو عندك انا. شهاب معطل شغل كتير كتير خالص. اعلانات متلتله واخد عربينها، محتاج له النهارده قبل بكره. لكن اعمل ايه؟ قلت اصبر عليه. اديله فرصه كام يوم عشان يريح اعصابه. مش عاوز اضغط عليه. الكلام ده لو كان هيقعد يومين ويرجع. لكن ده عنده استعداد يقضي بقيه حياته مع الاقزام في اسكندريه. ده كلام، ده كلام يا ناني. حد يسيب المجد والشهرة والفلوس وأهم من ده كله يسيب ست بجمالك؟ ده انت جنة يا ناني. حد يسيب الجنة؟ ده انت هتبقى مجنون.